على كل حال السيد الوزير عنده المعلومات الكافية باش إذا كان يزيد يثبت من الأمر يثبت من الأمر. الكلمة للسيدة كلثوم بدر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بالسيدة الوزراء والسيدة إطارات كل الوزارات. تحية للأخوة النواب، وفي الحقيقة تقريبا النواب أتوا على جميع النقاط التي يمكن إثارتها والتي تمت مناقشتها في البرنامج. فقط بوصف ما أتمنى على بعض التوصيات من بعض الفئات من المجتمع، سأرفع للسيدة الوزراء والسيد رئيس الحكومة 5 توصيات من 5 فئات من المجتمع التونسي. توصية أولى من التونسي العياش، التونسي الزوالي اللي أرهقته القفاء، التونسي ضعيف الدخل سيد الرئيس الآن يصرخ ولا يمكن أن ينتظر إلى رمضان. سيادتكم السيد رئيس الحكومة أشرتم أنه من هنا رمضان إن شاء الله بحول الله تتفك مشكلة الغلاء وغلاء المعيشة. أنا أرفع إليكم صرخة من الزوالي اللي يقول كنا ما نقدروش قبل على الحوت وعلى اللحم، وكنا نقدروا على الخضرة، توا حاليا حتى الخضرة ما عادش قادرين عليها. بالتالي نداء إليكم بالإسراع بضرورة حل هذا الإشكال، وأن تتكاثف جميع الجهود سواء وزارة الداخلية أو اقتصاد أو تجارة حتى يقع فك هذا الإشكال في أقرب الأجل. توصية ثانية سيد الرئيس من القابعين والمعتصمين خارج أسوار هذا المجلس التأسيسي من المنتفعين بالعفو والتشريع العام. سيادتكم قلتم أنه هؤلاء بقوا منسيين وقد نسيناهم، آن الأوان يا سيد الرئيس أن يتم تذكرهم. هؤلاء سموا بالمنتفعين بالعفو التشريع العام وهم لم ينتفعوا بعد بهذا العفو التشريع العام. الرجاء سيد الرئيس الإسراع، هذا كما قال السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هم لهم استحقاقات، وما سيحصلون عليه ومن الضروري أن يحصلوا عليه من تعويضات ليس منا من أحد. هؤلاء هم الذين مهدوا للثورة، هؤلاء الذين كانوا وقودها الأول، فلا بد أن نعجل بالتعويض لهم. وما ضرنا لو أن ننظر لهم مثل شهداء وجرحى الثورة ونمكنهم من تعويضات كتسبيقات أولية عن التعويض الشامل. توصية ثالثة أرفعها من ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء بقوا منسيين. أظن أن هذه النقطة الأساسية تقريبا لم يتعرض لها أي كان في المجلس. فقط أقول أن ذوي الاحتياجات الخاصة يقولون أنهم مواطنون ولهم مستحقات، ومن الضروري الالتفات إليهم ومنحهم هذه الاستحقاقات من إدماج وتأهيل وغيرها. هم تقريبا يعدون ما يزيد عن 1 مليون حاليا مواطن، فعددهم ربما يكون لهم شفيعا حتى نعطيهم البعض على الأقل من حقوقهم، وأن نتذكرهم خاصة أنه تم التعرض لهم في برنامج الحكومة لكن كان تعرض عابر. فالرجاء من حكومة ما بعد الثورة أن تولي التفاتة والتفاتة هامة لهؤلاء، كذلك التفاتة من أهالي صفاقس. وأنا من هذه الجهة أقول أنه صفاقس عاشت لسنين مهمشة، ولا تظنوا أن صفاقس من المدن المحظوظة بحكم أنها مدينة وما يعرف عليها أنها مدينة كبيرة. صفاقس تم تهميشها لسنين، وأن الأوان أن نولي لها البعض من الاهتمام خاصة في الضواحي في بيرعلي والصخيرة وعقارب ومنزل شاكر. من الضروري إنجاز مشاريع التنمية المندمجة في ضواحي أسفاقس وفي القرى المجاورة لها. توصية فقط يا سيد الرئيس من المجتمع التونسي ككل بخصوص الأمن، نقول أنه لا يمكن لأي بلد من تنمية أو استثمار بدون أمن. نحن نسعى لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهذه الدولة لا بد أن يطبق فيها القانون بكل حزم. نحن نريد الضرب وبالقانون وبدون تردد، لا تنمية ولا سلم بدون أمن. شكرا. السيد نزار مخلوفي.
سيدة منيرة عمري. طيب سيد رئيس، أنا تحصلت على كلمتي، ولكن إذا كان تحب نزيد كلمة أخرى ما يسالش. بارك الله فيك. هذا هذا ها هذه حاجه هي ياسر، واحد يقيد روحه مرتين فهمتني وبعد يسحب. لا لا انا لا ما قيدتش روحي مرتين، ولكن فما شكون وقع تغيير، شكون يخمم فيك اكثر من روحك. نعم بارك الله فيك. نستغل الفرصه هذه. السيد عبد العزيز شعبان. بسم الله. بسم الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. تحية إلى كل من تحمل أمانة هذا الوطن وهذه البلاد في هذا الظرف الصعب بصدق وأخلاص، وأسأل الله أن يثبت أقدامه وأن يزيد إخلاصه إخلاصا وصدقه صدقا. سيد الرئيس، زملائي النواب، يعني بعد ما صار النقاش أمس حول حكاية 750 مليار وتعويضهم لتفعيل العفو التشريع العام وغيره، للأسف الشديد يعني عديد المجموعات يعني ما زالت مصره على وجود هذه القضيه وعلى وجود هذه الاموال المرصوده، ويبثون في الاشاعات هنا وهناك. ايضا يعني بعد الحديث نحن في المجلس لم يصلنا علم يعني بتوزيع بين المناطق، يعني الاعتمادات الماليه المعتمده لكل منطقه. للاسف الشديد يعني هناك اصرار واصرار من مجموعات وجماعات على ان هذه الميزانيه غير عادله، واصبحوا يبثون الاشاعات للتفرقه الجهويه بين تلك المنطقه وتلك المنطقه. اقول لكل اولئك ان حبل الكذب قصير، وان السياسويه لن تدوم، وأن غدا لناظره لقريب، وأن هذا الشعب يقظ، فاحذروا هذا الشعب. سيد الرئيس، أريد هنا أن أفتح معناها بالنسبة لمسألة تفعيل العفو والتشريع العام. راهي الأنظمة السابقة يعني قتلتنا أو قتلت أصحاب هذا الحق قتلة وراء قتلة وراء قتلة، قتلت أحلامهم، قطعت أرزاقهم، ضيقت عليهم حتى مساحات الحياة. والدولة يا سيد الرئيس حتى قانونا مسؤولة، الدولة مسؤولة عن تصرفاتها الخاطئة وأن أفعالها غير المشروعة، ومبدأ استمرارية الدولة يعرفوه القانونيين وغير ذلك، وهذا حقهم مشروع. إن لم تكن هذه الميزانية قادرة على استيعاب هذا الحق، فرجاء وكل الرجاء، وأنا من منطقي هذا سأدافع عنه، تفعيل هذه المسألة وجادها قانونيا، ربما وجدولتها لمسائل لاحقة. سيد الرئيس، سمعنا في هذا المجلس كلام عديد لا يصدقه عاقل. فمثلا أن يأتي أحدهم ببرنامج فهذا شكر مشكور له وأحترم اجتهاده، ولكن أن يربط استقرار وأمن هذه البلاد بتلك المسألة فهذا من الإجحاف الفكر، من الإجحاف الفكري والمنطقي. فلا يعقل أن إن شاء الله معناها مسألة الصناديق الأربعة تعتمد في لاحق الميزانيات، إن شاء الله تكون فكرة جيدة، ولكنها ليست هي الفكرة القادرة على إيقاف معناها العصيان وغير ذلك من الأشياء التي تحدث، العصيان المدني والإضرابات وغير ذلك. سيد الرئيس، أيضا مما أثارني في حقيقة الأمر أن نسمع في هذا المجلس يعني تسويق لكلام من مثل القول من تحت هذه القبة، يعني أحدهم يدرس يعني يسرد برنامجه ويقول أنه الرؤية الوحيدة القادرة على الإنقاذ، وبعدئذ يعني يأتي من بعده يربطون هذا الخطاب بالثورة. يعني هذا كلام سمعوه العرب، سمعوا نظرية العالمية الثالثة وسمعوا، فهذا لن يمر من تحت هذه القبة. الناس فهمت، كل إنسان منا يجتهد، قد يخطئ في اجتهاده وقد يصيب. يعني هذه مسألة مردودة على أصحابها. سيد الرئيس بعجالة، معناها حتى لا أكون جهويا مثل الآخرين، ولكني سأكون جهويا هذه المرة. سيد رئيس، يعني تتجول في القرى والمدن، تتجول في بعض الأرياف وكذا، تجد معناها عديد الأشياء مزروعة، عديد الزراعات، وتجد أراضي غير مزروعة، مثلا في ربوع ولاية المهدية، هذا له أموال قدر أن يزرع أرضه، وهذا ليس له أموال، لم يقدر أن يزرع أرضه. ونحن نعلم حتى في أحياء في ديننا وكذا، أحياء الأرض معناها مسألة مهمة وغير ومهمة جدا. سيد الرئيس، من غير المعقول أن تبقى أرض غير مزروعة في عهد الثورة بعد هذه الحكومة، وإن شاء الله تتخذ الإجراءات في السنوات القادمة. سيد الرئيس، بالنسبة لولاية المهدية، مشاريع تحلية مياه البحر ومياه سبخة الكلبية على مستوى معتمدية السويسي ولاد الشامخ بما قدره 54 ألف متر مكعب في اليوم، يعني وبذلك ندعم مركز هذه الولاية بحوض ألبان.
إنتاج الطاقة الكهربائية سيد الرئيس. شكراً. بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح مسألة أيضاً مهمة سيد الرئيس، رجاء حقك بديت بالمشاريع هذه قبل ما تحدث على شكون يتحدث. الرجاء بالنسبة لولاية المهدية سيد الرئيس، إعادة النظر في الخارطة التنموية بتصنيف ولاية المهدية أو على الأقل جل معتمدياتها المحرومة ذات أولوية حتى يتسنى لنا استقبال تمويلات الخواص. سيد أحمد السافي. طيب انتهت المداخلات والكلمة إلى السيد. لازم عندك برشا شهادة، تعطيني الاسم خليني نشوف في القائمة متاعي إذا كان مراد العمدون. شنو الاسم؟ رفيق تليل. قاي قبرك. كل حال ما عندناش حتى شك في كونك قدمت ال... نعم؟ تفضل. شكرا سيد الرئيس، مرحبا بالضيوف الكرام، والمعذرة عن خدش وجه البروتوكول لأننا جئنا من الشوارع إلى عاصمة لا نعرف شارعها الرئيسي. أما بعد، فإني أود أن أشير إلى أن من أهم شعارات الثورة الشعب يريد إسقاط النظام، ولا شك في أن رافعيه كانوا يريدون الدوس بالأقدام على الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولقد أسقطت الثورة دستور 59، غير أن ترسانة قوانين الفساد والإفساد التي وضعت في ظله لا تزال الوزارات والإدارات تحتكم إليها، وهذا يعني أنها ما زالت فاعلة ومؤثرة في الواقع، بل معطلة للمسار الثوري واستحقاقاته. وبناء على هذا فإني أدعو الفريق الحاكم إلى المبادرة بوضع مشاريع قوانين جديدة تتلائم مع المسار الثوري للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. وإلى أن يتم هذا فإن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد يقتضي جرأة سياسية وإجراءات ثورية وتحملا للمسؤولية التاريخية. وعلى سبيل الذكر لا الحصر، نذكر بالوضع العقاري بالبلاد الذي يقف سدا منيعا أمام التنمية الجهوية. إن مئات المشاريع معطلة بسبب هذا الوضع العقاري، فماذا ننتظر؟ إن التشغيل هو السبيل الوحيد لعودة الاستقرار وإفشال الثورة المضادة القائمة على قدم وساق. وفي سياق متصل باستحقاقات الثورة، أدعو الفريق الحكومي إلى إعطاء الأوامر ببدء مراجعة الصفقات العمومية، لا أقول قانون الصفقات وإنما الصفقات العمومية ذاتها المتصلة بإنشاء المؤسسات العمومية كالمدارس والمعاهد والكليات والمستشفيات، وبمد جسور الطرقات، وكذلك مراجعة الصفقات المشبوهة التي تم بمقتضاها التفويت في مؤسسات القطاع العام لصالح المستثمرين المحليين والأجانب. وأخص بالذكر هنا مصانع الأسمنت التي بيعت لمستثمرين برتغاليين وأسبان في أواسط التسعينات، والتي قيل وقتئذ أن المبالغ التي بيعت بها لم تدخل البلاد، وهذا أمر أشبه ما يكون باليقين.
إن استرجاع الأموال المنهوبة في الداخل والخارج هو أحد أعظم استحقاقات الثورة. ولقد قال لنا محافظ البنك المركزي بصفته رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج بأن الجهات الأجنبية لا تبدي استعداداً للتعاون معنا في هذا الموضوع. فإن كانت الحقيقة ما يقول ونحن نصدقه، فلنحدد يوماً وطنياً داعماً لهذه اللجنة بالاعتصام أمام سفارات الدول العربية والأجنبية التي تغتصب هذه الأموال وتتستر عليها، ونحن بأمس المجد الحاجة إليها. وليشارك في هذا الاعتصام أو هذه الاعتصامات كل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وكل أعضاء الفريق الحاكم إذا كانت لنا فعلاً صلة بالثورة واستحقاقات الثورة. وفي الختام نقول إننا نريد أن نفرح بالثورة التي لم نفرح بها بعد، وأن ولاية المهدية هي أول من يحتاج إلى هذه الفرحة، لأنها في آخر الطابور في علاقة بمعدلات التنمية. وبهذه المناسبة فأني أدعو كل الوزراء إلى زيارة هذه الولاية للوقوف على الواقع التنموي والاجتماعي والاقتصادي بهذه الجهة. وفي السياق نفسه أنا أود أن أوجه شكراً خاصاً إلى وزير الثقافة السيد المهدي المبروك الذي عرفناه في سنوات الجمر زائراً للشابة سراً وعلانية. نشكره على وقوفه إلى جانب القانون عندما اتخذ قرار إيقاف الأشغال المقامة من قبل شركة أمير البحر بالعقار الكائن بالشابة من ولاية المهدية والمحاذي للمعلم الأثري المرتب برج خديجة، لأنه أخمد الفتنة. وشكرا له، لأنه يعني يمكن وصفه بأنه وزير حكومة ثورة. شكرا. لأن الأيادي المرتعشة لا تقوى على البناء. مع الشكر. بارك الله فيك. طيب، شكرا على كل هذه التدخلات، والكلمة إلى السيد رئيس الحكومة. سيدي. نعم، أنت مقيد وحاضر، أعطيني الاسم. مش مقيد، أما تفضل. مش بارك الله فيك. بارك الله فيك سيدي الرئيس. مرحبا بالسيد رئيس الحكومة وأعضاء حكومته والكتاب كتاب الدولة والمرافقين لهم، الإخوة الأعضاء، الأخوات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، السلام عليكم. تفضل السيد وزير التخطيط والتنمية الجهوية بشرح أسباب تعطل المشاريع التنموية، ومنها ما يتصل بوزارة المالية، ومنها ما يتصل بوزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة والبنك المركزي إلى آخره. مثلا أتجه بالخطاب للسيد وزير المالية وأقول له: يا سيدي، هناك مشاكل تفويض، يعني نوسيون دو سو ديليغاسيون، ماذا بينا تفوض يا سيدي وزير المالية إلى المديرين العامين والمديرين الجهويين لصرف الأموال التي سوف نستعملها في الاستثمار وفي التنمية الجهوية. هناك أيضا تلكؤ من المؤسسات المصرفية والبنكية في صرف القروض، حيث يطلبون العديد من الوثائق التي يستغرق استخراجها يمكن سنة أخرى، يعني في الميزانية الجاية الحقيقة باش توافق البنك على القروض. بالنسبة لوزارة أملاك الدولة، نطلب من سيادته أن يمكن المستثمرين من الأراضي الدولية لإقامة هذه المشاريع. هناك بعض المستثمرين وفلوسهم حاضرة، مشاريعهم حاضرة، دراساتهم، الرسوم موجودين، يعني كل شيء حاضر والأمثلة، لكن ينتظروا في الأرض حتى يقيموا المشاريع الكبيرة. ومن الأمثلة، هناك مشروع اسمه جنان في واد الزرقاء عندنا في باجة، هذا باش يكون بول دو كومبيتيتيفيتي، معناتها قطب تنافسي، فيه قطب تكنولوجي واستشفائي وصناعي للصناعات التحويلية الغذائية، وهو صديق للبيئة، ينتج الكهرباء ويساعد على التنمية في الجهة.
أيضا هناك مركب جامعي خاص باش ينجم يستقطب 11,000 طالب في السنة الأولى، وسوف تتكون مدينة حول هذه المركبات، ومن هنا 2020 ممكن يصبح سكان هذا القطب التنافسي 25,000 ساكن و 50,000 في سنة 2050. سوف يساهم هذا القطب التنافسي في تطوير البنية التحتية وإعادة إحياء محطة واد الزرقاء وربطها بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية. هناك طاقة تشغيل عالية لأبناء وسكان واد الزرقاء من صناعيين، من صناعية بناية وحدادة ونجارة وكهربائيين إلى آخره، 600 عام في يعني في من الأسبوع الأول اللي تفتح المشروع. ينتظر أيضا أن يصبح هذا القطب يعني مكان أو فضاء لاستقطاب أكثر من 70 مساحة نقاهة اللي مش موجود في تونس، يعني اللي يعمل عملية حشاكم ولا تصير له مشاكل صحية هناك مساحة نقاهة، وفما 70 مساحة سوف تقام على ضفاف بحيرة سيدي سالم. بارك الله فيك، شكرا. كهو سيد الرئيس، لا فت الوقت انت، مش كهو فقت. بارك الله فيك، مش مشكل. طيب سيدي، شكرا لكل المتدخلين والمتدخلات، والكلمة للسيد رئيس الحكومة ليتفضل. شكرا سيد الرئيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للسادة النواب والسيدات. الغلب واحد وقت لواحد يفوت يقول شبعت. ناديناك وانتظرناك. كل حال المسألة في السيد رئيس الحكومة، كان يحب يعطيك الكلمة يعطيك. خليتنا في موقف حرج سيد الرئيس. لا أبدا، ما هو نعرف وقتك ثمين وبر. لا العكس، أنا حسب الاتفاق مازال وقتي. إذا تفضل. يتفضل السيد. بالنسبة لكلمتي، أعتقد أنه أولا السياسة هي فن الممكن بالنسبة للحاكم، أما بالنسبة للمعارضة فهي فن تقديم البدائل الممكنة. أعتقد أنه بالنسبة لنا كمعارضة، أنه بالنسبة لهذا البرنامج أعتقد أنه طموح وثري واقتصر على الجانب البرنامج خاصة العاشر، وأعتقد أنه بالنسبة للبرنامج المتوسط البعيد فيه نوع من الوصاية، باعتبار أنه أحد الرهانات الأساسية التي تفترضها المرحلة هي مرحلة، خاصة مرحلة الوفاق ولجنة الحكماء التي تكلم عنها السيد رئيس الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية يمكن لتحقيق نسبة نمو تصل إلى أكثر من 3.5%. يعني هذه النسبة مشترطة أولا بالوفاق الوطني واحترام الحريات الفردية والجماعية، ليس كما رأينا اعتداءات على الحريات سواء على المواطنين أو بعض الحريات الفردية أو تشجيع بعض العناصر المتطرفة. اعتقاد اليوم في مرحلة حرجة ولتأسيس أنه نسبة نمو تصل أكثر من 3.5 باعتبارها النسبة هذه عادية كانت في المرحلة السابقة، لكن من أحد شروطها الأساسية اليوم هي الوفاق أولا. ثانيا أنه هذه النسبة تشترط ضرورة أن يكون نسبة سعر البترول تصل لأكثر من 110، أو كذلك أن تكون تمويل الموارد بالنسبة للسياحة الوطنية ذات تشجيعية عالية يعني تحفز. هذه أحد الشروط على المستوى العام. يعني اليوم المشروع الأساسي بالنسبة للحكومة لا يمكن له أن يصل إلى 3.5% إلا إذا فقط خاصة أنه اعتمد على نسبة عز تساوي أكثر من 6.6%، وهذه لا يمكن أن تقع إلا بتوفر هذه الشروط. مرحلة وفاق سياسي كبير شامل وتوسيع هذا الوفاق، وكذلك شروط في توسيع قاعدة الموارد. وكنا تقدمنا لدى حزب العمال ببعض النقاط اللي كنا نعتقد
أن الحكومة الموقرة ستجاوبنا عليها، هي بالنسبة لمسألة تعليق المديونية وسن ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وسن عفو على قواعد الصرف وتفعيل قاعدة الآليات الجبائية العفو خاصة في استرجاع الأموال المنهوبة وتنفيذ الأوامر الترتيبية المتعلقة باستخلاص خاصة الأوامر الصرف والجبائية. وأنا أعتقد أنه سيد الرئيس الحكومة هناك نوع من القصور في استرجاع الأموال الجبائية، وأنه حتى الآليات المعتمدة هي منظومة النظام القديم، هي سن اعتماد على قاعدة العفو وتوسيع قاعدة العفو في اعتقادي أنها لا يمكن إلا تشجع المنظومة الاستهلاكية. هيك علاش يقدموا طلب أساسي أنه يقع سن اقتطاع نوع جزء لمدة 10 سنوات كمقترح بديل من نسبة الدعم. هذه باعتبار الحكومة توجهت اليوم لتضعيف القدرة الشرائية مع توسيع قاعدة العجز، وهذا غير كافي في اعتقادي باش يكون هذا المشروع طموح ويبقى مقصور. هيك علاش قدموا هذه البدائل على المستوى العام. بالنسبة لمستوى الجهة، أنا أتوجه السيد وزير المالية نعلمه أنه في جهة صفاقس خاصة بالنسبة لمنطقة جبليانة أنه اليوم القباضة اليوم مسكرة، يعني من اليوم الثورة القباضة مسكرة ومحروقة. هذه الجهة تعاني سيد الرئيس خاصة من نقطة أساسية أولى، ضعف البنية الأساسية، أكثر نسبة فقر في هذه الجهة. يعني عوقبت هذه الجهة نظر الاحتجاجات والحركة الفكرية اللي فيها، عقبها نظام بن علي ونظام بورقيبة وهي الآن تعاقب. يعني الفقر اشتد فيها وطأة. هذه في البرامج العاجلة رجائي سيد الرئيس عند القيام بلجنة متابعة وتنفيذ ومتابعة خاصة برامج التنمية أن نتابع هذه المشاريع الأصلية، وخاصة جهة جبليانة في جهة فاقس هذه هي اللي تعاني من القصور. بالإضافة لمنطقة بالإضافة لمنطقة بير علي اللي هناك مستشفى، معنا رجائي الإذن بإتمام إجراءاته. المنطقة خاصة في حاجة للمسالك الفلاحية وكذلك خاصة للرفع من خاصيتها الصحية. يعني اليوم تعاني هذه الجهة من قصور صحي كبير وفي حاجة كذلك للبرامج عاجلة وسريعة. شكرا. طلب أخير أن المحكمة الابتدائية بصفاقس وجهة القضاة لأنها مركز أساسي ودار التجمع القديمة، الرجاء الإذن بتمكينه من إنشاء محكمة ابتدائية جديدة، وخاصة أن وضع القضاة ووضع ظروف القضائية صعبة جدا والقضايا تؤخر أكثر مدة سنة. هذه بالنسبة لجهة صفاقس. بالإضافة نعلم. شكرا. لا فوت الأوان. لا لا المعنى. لا 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 تفضل. شكرا. سأحاول تتمة الأجوبة على الأسئلة المطروحة منذ هذا الصباح، ومعذر على الغياب في الحصة الصباحية. ثم أتطرق إلى الملاحظات العامة وختم هذه الجولة من الحوار المثري الثري والهام. نبدأ بالأسئلة العامة والأسئلة السياسية بدرجة أولى، ثم الأسئلة الجهوية. رجع السؤال حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للإعلام. فقط أكرر وأذكر بالجواب، في بضع أيام إن شاء الله سوف نتقدم إلى مجلسكم الموقر بمشاريع قوانين لهذه الهيئات، الهيئة العليا للإعلام والهيئة العليا للانتخابات. واليوم تلقينا التقرير الأدبي السيد كمال العبيدي حول الهيئة العليا للإعلام، واتفقنا أن نوسع الاستشارة قبل تقديم قانون مشروع قانون، ونكمل الجولة الأولى التي بدأت مع يعني علاج بعض النقائص
حتى نوفر لكل الأطراف وكل الجهات وكل المتدخلين خاصة أصحاب المهنة الفرصة لإبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم والمجيء إلى هذا المجلس لو سمحتم أنتم إلى إبداء آرائهم ودعمها أمامكم واتخاذ ثم تتخذون الموقف المناسب لزوز هيئات هذه. إذن في الأيام القليلة المقبلة سنكمل المشاورات تقريبا حول الانتخابات تمت وسنعرض مشروع القانون وسنرجع قليلا المسألة حول الإعلام. هذا فيما يخص الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للإعلام. فيما يخص تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واللي تقريب تشمل 90% من النسيج المؤسساتي الإنتاج، كما تعرفوا هذا يكتسي تمويل أهمية بالغة في منظومة تمويل الاقتصاد. هناك آليات كثيرة مختلفة ومتكاملة. أولاً بنوك مختصة في تمويل هذه المؤسسات، بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ويتمثل دوره بالخصوص في إسناد تمويلات بالاشتراك مع بقية البنوك لفائدة المؤسسات في مختلف القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري والموجه للسكن التي تتراوح كلفتها بين 300,000 و 10 مليون دينار في حدود 2.5 مليون دينار للمشروع الواحد. بصفة منفردة لفائدة المشاريع ذات الكلفة تتراوح بين 100 و 300 ألف دينار في حدود 65% الكلفة لفائدة المشاريع المتوسعة مهما كانت كلفتها في سقف قرض ب 2.5 مليون دينار لكل مشروع. مصادقات البنك إلى موفى فيفري 2012 304 مليون دينار لفائدة 1357 مشروع، 1150 تقريبا إحداث و211 توسعة، أي بمعدل 224 ألف دينار للمشروع الواحد. ستمكن هذه المشاريع وسوف نحرص على هذا الرقم حوالي 27172 موطن شغل، علما وأن 81% من باعث هذه المشاريع من حاملي الشهادات العليا. اثنين، البنك التونسي للتضامن يختص في تمويل المشاريع الصغرى التي لا تفوق كلفتها 100,000 دينار والتي ينتمي أغلب باعثها إلى فئات تعوز من الإمكانيات والضمانات وخاصة منها أصحاب الشهائد العليا. يتدخل البنك بصفة غير مباشرة إدارة نظام القروض الصغيرة المسندة من قبل جمعيات التنمية المحدث منذ 1999 بإسناد قروض الجمعيات التي تتولى بدورة إسنادها إلى الشريحة المستهدفة، وقد ذكرت لكم عدد الجمعيات التنموية في جواب سابق. وتسهر على إسناد هذه القروض وذكرتها كما قلت قبل 289 جمعية تنموية تمكنت من إسناد قروض بمبلغ تجاوز 500 مليون دينار، وتبلغ المبالغ الجارية لهذه القروض حوالي 160 مليون دينار. اثنين، تدعيم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات من خلال قروض بشروط ميسرة أو مساهمات في رأس مالها تمول عن طريق ميزانية الدولة لفائدة المشاريع أو باعثيها لحث المؤسسات المالية على تمويلها. في هذا الإطار يتدخل صندوق التطوير لمركز الصناعي فوبرودي وصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والنمو الصغرى فونابرام ونظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ريسيتيك. اثنين، مراجعة التشريع المنظم لتدخلات شركات الاستثمار ذات رأس المال التنمية والصناديق المشتركة لتوظيف في رأس المال التنمية بإصدار المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 لمزيد تنظيم نشاطها والتمديد في فترة استعمال مواردها توسيع مجال تدخلها. العنصر الثالث الكبير منظومة الضمان، ما
مثل طرف هام لتيسير نفاذ هذه المشاريع للتمويل، وذلك بتمكين مختلف هياكل التمويل من التخفيض في نسبة مخاطرها وتوسيع طاقة تدخلاتها. ولقد تم إدخال العديد من الإصلاحات على أنظمة الضمان، آخرها تكليف الشركة التونسية للضمان بالتصرف في مختلف آليات الضمان، وخص صندوق الوطني للضمان ونظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها. وتمكنت الشركة التونسية للضمان إلى موفى ديسمبر 2011 من قبول 4155 تصريح ب 766 مليون دينار تخص 178 مشروع بتكلفة استثمار تبلغ 1516 مليون دينار. وشرعت الشركة كذلك في تحمل قسط من المبالغ غير المسترجع لبعض القروض من خلال دفع تسبقة ب 50% وتحمل فوائض إعادة جدولة القسط المطابقة. هذا فيما يخص تمويل المؤسسة الصغرى والمتوسطة، وسوف نواصل السعي إلى دعم هذه الآليات، لأن فعلا المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي تقريبا النسيج المهم عندنا، في خاصة في إحداث مواطن الشغل وفي كذلك أيضا التجديد والابتكار. في نطاق الحرص على الاستثمار في اقتصاد الذكاء والبحث عن أنجع الطرق للاستفادة من الكفاءات التونسية ومن توفير أكثر عدد ممكن من فضاءات الاستقطاب مؤسسات جديدة ومجددة لتشغيل حامل الشهادات العلمية ومنظومة التكوين المهني، شرعت الدولة منذ سنوات في وضع خطة لإحداث أقطاب تكنولوجية تكاد تكون منتشرة في أغلب جهات الجمهورية وهي متنوعة اختصاصات وذات قيمة مضافة ثابتة، مع الإشارة أن الاعتمادات رصدت لهذه البرامج عن طريق ميزانية الدولة أو هبات أو قروض ميسرة على النحو التالي: قرض بما يناهز 140 مليون دينار على 40 سنة من طرف اليابان لفائدة قطب برج سدريا، هبة هذه في التكنولوجيات والطاقة هبة ب 40 مليون دينار من قطر، وقع صرف 20 مليون منها على أن تكمل البقية بعد الاستهلاك، هذه الهبة خصصت لقطب سيدي ثابت، هبة ب 50 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي لفائدة برامج الأقطاب، خط تمويل ب 70 مليون أورو من طرف البنك الأوروبي للاستثمار في فائدة البنوك التونسية الممولة للانتصاب مشاريع محدد داخل الأقطاب، مساعدات لوجستية من الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيات شراكة مع قطب صفاقس. أما عن الأقطاب فهي كالآتي: 12 قطب، برج السدرية، المياه الطاقة المجددة والبيوتكنولوجيا، شراكة مع اليابان كما قلت، سيدي ثابت، اقتصاد طبية والصيدلانية، شراكة مع مؤسسات البحث الفرنسية، وهيبة من قطر من وكالة الدولية للطاقة النووية، قطب الغزالة بلغت مداخله من الذكاء البشري برمجيات إعلامية 60 مليون دولار سنويا إلى حدود سنة 2006، قطب سوسة الإلكترونيك والناتو تكنولوجيا، قطب صفاقس الإلكترونيكات الدقيقة، قطب مدنين وقع اختيار منطقة بغرارة للغرض ويختص هذا القطب في تثمين موارد الصحراء، قطب قفصة بالشراكة مع شركة فوسفات قفصة ويختص في الموارد الكيميائية، قطب جندوبة يختص في تثمين أنواع الخشب، قطب جمرت مختص في الإنتاج السمعي البصري ووقع إسناده للسيد ذيب ممول، مش لازم ذكر اسم، قطب المنستير مختص في صناعة الأقمشة الذكية والابتكار والتجديد في الملابس بالتعاون مع المعهد العالي لمهن الموضة بالجهة ومدارس المهندسين المجاورة، قطب منوبة انطلق في الاستغلال، قطب متعدد الاختصاصات في الميادين البحرية حول معهد صلامبو لعموم البحار، فرع صفاقس، فرع جابس، فرع المستير، وهي بمثابة شبكة متكاملة. هذا فيما يخص الأقطاب. سؤال حول تعويض الأضرار الناتجة عن اضطرابات والتحركات الشعبية، هناك مرسوم عدد 40 في 19 ماي 2011، منظومة تعويض الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية نتيجة أعمال الحرق أو الإتلاف أو النهب قصد مساعدات على مواصلة نشاطها، وذلك وفق المقاييس التالية: مؤسسات صغرى تعويض بنسبة 100% من قيمة الأضرار مع سقف 10,000 دينار، مؤسسات المتوسطة والكبرى تعويض بنسبة 40% من قيمة الأضرار مع سقف 500,000 دينار في صورة عدم اكتتاب عقد تأمين مقابل تغطية تكميلية في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% باعتبار تعويض شركات التأمين مع سقف 500,000 دينار، تحمل التعويضات على موارد ميزانية وزارة المالية بالنسبة للمؤسسات الصغرى رقم معاملتها السنوي يقل على 30,000 دينار أو مؤسسات فلاحية من صنف آ، وقد تم إحداث لجان جهوية على مستوى كافة الولايات مكلفة بدراسة طلب التعويض،
تحمل التعويضات على موارد صندوق ضمان المؤمن لهم بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبرى رقم معاملاتها السنوي يساوي أو فوق 30,000 دينار أو مؤسسات فلاحية من الصنفين باء وجيم اعتبارا لحجم الالتزامات المتوقعة والموارد المتاحة سواء بالنسبة لميزانية الدولة أو صندوق ضمان المؤمن لهم، فقد تم تحديد الفترة التي يشملها مجال التعويض وهي تتراوح بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فبراير 2011. تمكن الصندوق إلى حدود 6 أفريل 2012 من دراسة حوالي 640 ملف تعويض من مجموع 850 ملف، حيث تمت الموافقة على تعويض 437 مؤسسة ناشطة في مختلف القطاعات بقيمة تنازع 34 مليون دينار. هناك جدول نعطيكم فقط المجموع عدد الملفات المعروضة على اللجنة، إذن 639، عدد الملفات التي يشملها مجال التعويض 77، عدد الملفات اللي وقعت المصادقة عليها 437، مبالغ التعويض 34 مليون، ملفات قيد المصادقة عليها مزيد تعميق دراسة ملف 25 والمجموع هنا إعادة الاختبار لمياه ومزيد التعميق دراسة الملف 25. هذا فيما يخص التعويضات. فيما يخص سؤال حول المنتفعين بالسكن الاجتماعي، برنامج السكن الاجتماعي كما ذكرت لفئات محدودة الدخل أو منعدمة الدخل، ومن أولويات البرامج القضاء على المساكن البدائية الأكواخ بكافة ولايات الجمهورية، وذلك باعتماد مقاييس تأخذ بعين الاعتبار العائلات المعوزة، العائلات الفقيرة العدد وفيرة العدد والأولوية في الكفالة ووجود معاق في العائلة وحالة المساكن التي تتطلب التدخل. وقد تم إعداد منشور مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجهيز في الغرض. حول وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالنسبة لسؤال النائب المحترم السيد لزر الشابي في خصوص إسراع بتصفية أملاك التجمع واستغلاله لدعم التنمية، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة بالتعاون مختلف السلطات الجهوية سعت إلى القيام بجرد شامل لتلك الأملاك، حيث تم إحصاء ما يقارب عن 2000 عقار، كما أنها سعت إلى المحافظة عليها ورفعت عديد القضايا ضد المعتدين على تلك العقارات. وقد توصلت الوزارة بمئات المطالب الصادرة عن مصالح إدارية أو بلديات أو جمعيات أو غيرها تم على إثرها وضع بعض من تلك العقارات على ذمة المصالح الراغبة، وتولت بعض الجهات وضع يدها على تلك العقارات دون الرجوع إلى وزارة أملاك الدولة، علما أن العديد من المواطنين أو البلديات أو المجال الجهوية أو المؤسسات أبدت رغبتها في الرجوع يعني في هبة أو إحالة تلك العقارات إلى التجمع السابق، مع الإشارة إلى أنه يوجد لبس في خصوص المهمة الموكولة إلى الوزارة بالنسبة إلى تصفية التجمع، حيث أن أغلب المطالب اعتبرت أن العقارات الراجعة من التجمع هي ملك للدولة، والحال أن مهمة الوزارة وفقا للحكم الصادر تتمثل في التصفية أي في العمل على تسوية الديون المتخلدة بذمة التجمع والتي فاق مقدارها الجملي 100 مليون دينار من كل التفويض في أملاك. حول مراجعة القوانين، وكان هذا في كان لنا جلسة في الصباح هذا اليوم للتسريع في هذا الموضوع وضبط مجمل هذه القوانين وإحالتها على لجنة مختصة في رئاسة الحكومة ثم على مجلس وزاري ثم إن شاء الله الإتيان بها إلى مجلسكم في أقرب فرصة ممكنة حتى نبدأ في أعمالنا فيما يخص المشاريع المعطلة والمشاريع الجديدة، وخاصة في البدء فورا في 30,000 مسكن وكذلك في المشاريع الكبرى. إذن انطلاق المناقشة ورقات عمل ومقترحات عملية مراجعة القوانين المنظم للاستثمار والصفقات العمومية، وسيقع عرض هذه الورقات على مجلس وزاري ابتداء من هذا الأسبوع، وسنعمل على تكليف فرق عمل لتنزيل هذه المقترحات في قوانين ستعرض على مجلسكم وقر لمناقشتها من أجل جعلها أكثر مرونة ويسرا وفاعلية
واختصارا للأجال، هذا إلى جانب بعث الهيئة الوطنية للاستثمار التي ستكون الهيكل المؤهل لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وعمل بسرعة ونجاح. هذا اللي قلنا باش يكون إن شاء الله في المبنى الرئيسي للتجمع السابق. الصفقات العمومية، تم إعداد مشروع تعديل للأمر المنظم للصفقات العمومية سيعرض على مجلس الوزراء المقبل لإعطاء المزيد من المرونة والسرعة في الإنجاز، وذلك بالتقليص من الأجال والرفع من السقف المالي المخول للمنشأة العمومية لتقديم مطلب تزويد عوض طلب عروض، هذا الأبل دوفر، أي عدم المرور بلجنة الصفقات بل بلجنة شراءات صلبة المنشأة للتعجيل. فيما يخص سؤال حول تأمين موسم السياحي، توجد اليوم صلبة وزارة الداخلية فرقة خاصة للأمن السياحي تصر على أمن السواح، وتوجد أيضا قاع عمليات صلبة وزارة السياحة في تنسيق تام مع المندوبيات الجهوية للسياحة ووزارة الداخلية. أول جلسة عمل تنسيق 30 أبريل بين وزارة الداخلية ووزارة السياحة. هناك سؤال حول التغطية الصحية لمعلم اللغة العربية لأبناء الجالية التونسية. يتحصل المبعوثون على وزارة التربية على مرتباتهم في تونس وعلى منحة يتسلمونها في المهجر، وهم يتمتعون بالتغطية الصحية كاملة. أما المعلمون الذين يتم انتدابهم محليا في المهجر عن طريق التعاقد، فإن تسوية تغطيتهم الصحية ما زالت محل مباحثات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. سؤال حول تجاوزات تمت في مناظرة كاباس 2010 وما قبل. هذه التجاوزات محل تدقيق داخلي إن وجدت، وكذلك محل تحقيق من قبل دائرة المحاسبات ومصالح الوظيفة العمومية، وسنعلن نتائجها عند انتهائها، علما وأن ملفا في بعض التجاوزات ورد على الوزارة وهو الآن محل تحقيق لدى العدالة، وذلك منذ 2011. سؤال سابق ما جاوبناش عليه وإن كان جاوب عليه السيد الوزير المالية أيضا حول إرسال كتاب، سعر إرسال مرتفع، السعر هو نصف سعر إرسال ما سواه، وهو أقل من 30% من كلفة الإرسال، وسعر إرسال الكتاب لم يتغير منذ 1992. الفساد الإداري، البيروقراطية، الإصلاح الإداري. تعمل الحكومة على التصدي للفساد الإداري وتتابع مختلف المصالح الإدارية الشكايات الجدية التي تصلها، وتعمل حاليا على تطوير أجهزة الرقابة الإدارية من الناحية التشريعية وكذلك من الناحية الإمكانيات البشرية كما ونوعا حتى نتمكن من البحث في التجاوزات. وقد وضعت مصالح الوزارة المكلفة بالإصلاح الإداري موقعا على الإنترنت لإبلاغ عن حالات الفساد الإداري، وقع تسجيل فيها 430 شكاية في اليوم الأول. الإصلاح الإداري على ما ذكرناه آنفا جوابا على أسئلة السادة النواب، نعلن عن تخصيص حوالي 43 مقرا من مقرات التجمع المنحل لاستغلالها كدور للخدمات الإدارية في مختلف معتمديات المناطق الداخلية. ستسهل على المواطنين قضاء شؤونه في مكان واحد دون حاجة للتنقل لمركز الولاية. في البيروقراطية نعمل على ضبط قوائم الخدمات الإدارية المزداة من قبل الوزارات لإلغاء بعض الإجراءات غير المبررة والتبسيط بعضها والتقليص من الأجال والتقليص بقدر المستطاع من السلطة التقديري للإدارة، وهذا مشروع يمتد على كامل السنة. زائد في نفس الوقت نعمل على التقليص من التعقيدات الإدارية في المسالك التي تحتمل الانتظار والتي لا علاقة بالاستثمار. فيما يخص التصرف في النفايات والحمل الاستثنائي للنظافة، أظهرت فترة ما بعد الثورة هشاشة بعض البرامج المتعلقة بمنظومة التصرف في النفايات، والتي تضح من خلالها أنها برامج مسقطة بعيدا عن التشاور مع المتساكنين والمجتمع المدني عامة دون تسوية كل المشاكل العقارية. انجر عن هذا غلق واعتصامات أمام بعض المصبات المراقبة وإلقاء الفضلات في المحيط الطبيعي وانتشار المصبات العشوائية،
وأمام هذه الظاهرة سعت الوزارة بالنهوض بجودة الحياة من خلال أولاً استعداد للقيام بحمل استثنائي للنظافة لمساعدة البلديات بالتعاون مع وزارة الداخلية مساعدة البلديات والفلاحة والدفاع والتجهيز وكذلك المجتمع المدني والسلطة الجهوية، وذلك يعد جرد الكامل للنقاط السوداء بالبلاد. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة الجهوية بإعداد طلب عروض لصيانة المساحات الخضراء، ويشمل هذا البرنامج كل البلديات دون استثناء. المسالك الريفية، نعطيكم رقم جامع، برنامج هام لسنة 2012 يشمل 4500 كيلومتر باعتمادات تقدر ب 120 مليون دينار في كل الولايات. في خصوص تنفيذ البرنامج خصوصي للسكن الاجتماعي، هذا البرنامج كما قلت هو استثنائي في كل النواحي. العدد الهام 30,000 والأجل المضبوط من سنة إلى سنتين، ونأمل أن يكون أكثر من ذلك. التوزع الجغرافي كامل تراب الجمهورية، لذلك فإن هذا البرنامج سيمكن تنفيذه بالطرق لا يمكن تنفيذه بالطرق العادية، بل سيتم اعتماد تمشي استثنائي وبعث هيكل خاص للتخطيط والبرمجة وإعداد الدراسات ومتابعة الأشغال. وكذلك هذا الهيكل الذي ذكرته في كلمة الأولى، وهو مناط بعهدته برنامج الحكومة بصفة عامة، ولكن في الأولويات التي ذكرتها الأربعة بصفة خاصة، ومنها 30,000 مسكن، وهيكل للمتابعة والتنسيق. من ناحية أخرى يتم ضبط الحاجيات وإعداد قوائم المنتفعين عن طريق لجان متكون من فنيين وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني ضمانا للنجاعة والشفافية. وذكرت لكم في السابق المقاييس الموضوعية التي سوف يتم اعتمادها لإعطاء هذه المساكن. هنا ندخل شوية في الجهويات، وهو شيء لا مفر منه. مشروع بيك بمنطقة بنزرت يعتبر من أهم المشاريع في المنطقة، حيث ستصل طاقة التشغيلية إلى 600 موطن شغل، إضافة إلى إشعاع تونس في المؤسسات العالمية وجلب تكنولوجيا حديثة في المجال والتزام باحترام المعايير العالمية. هذا إضافة إلى اقتنائه بالأرض بثمنها الحقيقي وليس بالدينار الرمزي الذي يطلبه الكثير من أصحاب المشاريع المماثلة. وقد كانت مؤسسة بيك على وشك مغادرة تونس لتنقل استثمارها إلى المغرب بسبب عراقيل إدارية. عملنا على تجاوزها بالتشاور بين مختلف الهيكل الوزارية وولاية بنزرت، واستطعنا اليوم من تمكين الشركة من الترخيص لانطلاق في إنجاز المشروع الذي سيرى النور قريبا إن شاء الله. وعنده بلوغ الخبر للمؤسسة بفرنسا استبشروا بالخبر ووعدوا بجلب مستثمر جديد معهم لينفذ استثماره بالمنطقة. حول مشروع تربية السمك في برج خديجة بالشاب، هذا المشروع في طور الإنجاز، وأن ترخيص وزارة البيئة مرتبط بنتيجة الحفريات التي قامت بها وزارة الثقافة. فإن تبين وجود عائق مرتبط بالجانب الثقافي فإن وزارة البيئة لم ترخص في بحث هذا المشروع. الوضع البيئي لولاية صفاقس، إزالة التلوث، تم إنجاز دراسة إزالة التلوث واستصلاح السواحل الجنوبية لمدينة صفاقس، وتقترح هذه الدراسة جملة من التدخلات على مدى 7 سنوات بكلفة تنازل 140 مليون دينار. يشمل التأهيل البيئي للمؤسسة الصناعية الملوثة وإنجاز محطة تطهير جماعية لإزالة التلوث بالمؤسسة الصناعية وتأهيل المسلخ البلدي، كذلك إزالة مخلفات التلوث واستصلاح المواقع الملوثة بالجهة. من ناحية أخرى وقع الشروع في تركيز منظومة للتثمين الطاقي للنفايات العضوية على غرار المرجين والفضلات الحيوانية وغيرها، ترتكز حول دعم الاستثمار في المجال. هذا مشروع كبير كما قلت تبرورة من مشاريع اللي تجعل وتمكن صفاقس من التنفس.
حول مطار جابس، فتح قاعة الاستقبال والتعيين المدنيين للعمل بالإطارات. فتح قاعة الاستقبال والتعيين المدنيين للعمل بالإطارات واستغلال الرحلة الدولية تطلب جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة، مصالح الأمن، مصالح الديوان، ديوان الطيران المدني والمطارات والخطوط التونسية للخدمات الأرضية، من خلال توفير العنصر البشري والتجهيزات الضرورية، مع العلم أن الديوان على استعداد للشروع في الاستغلال في أقرب الأجال إن شاء الله. حول التنمية الفلاحية بولاية القروان، تبلغ الميزانية الجملية للقطاع الفلاحي بولاية القروان بحوالي 73 مليون دينار، منها 20 مليون دينار ضمن الميزانية التكميلية، وتحظى مشاريع التزود بالماء الصالح للشراب أهمية كبرى، حيث خصص لها حوالي 24 مليون دينار، ثلث الميزانية المخصصة. بحيرة بنزرت، نرجع لبنزرت، إزالة التلوث في نطاق تحسين الوضع البيئي بحيرة بنزرت، تمت دراسات الجدوى الفنية والبيئية والاقتصادية للمشروع وجرد مختلف مصادر التلوث بالحوض الساكن لبحيرة بنزرت، كما سيتم الانتهاء خلال شهر جوان 2012 من الدراسات التنفيذية لإزالة التلوث بحيرة بنزرت، والمؤمل أن يشرع في تنفيذ هذا المشروع الهام بعد تعبئة التمويلات الخارجية في إطار مبادرة الاتحاد الأوروبي آفاق 2020 أوريزون 2020 لإزالة التلوث بالمتوسط بكلفة تناهز 120 مليون دينار. مشكل المصبات العشوائية بولاية قفصة، تم إدراج مشروع إنجاز مصب مراقب وثمانية مراكز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة في ميزانية سنة 2012 بوزارة البيئة، وفترة الإنجاز ستمتد من 2012 إلى 2013. التأخير في إنجاز سد صراط بالكاف، مشروع إنجاز صراط وأحداث منطقة سقوية بولاية بوغانم وسهل محجوب بكلفة 61 مليون دينار، سجل التأخير في الإنجاز السد بسنة ونصف، وذلك لي طلب المقاولة الترفيع في الكلفة وتمديد أجل الإنجاز شركة أجنبية. نسبة الإنجاز حاليا 45%، تمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الماء الصالح للشراب بولاية القسرين، تتضمن الميزانية التكميلية سنة 2012 اعتمادات تقدر ب 11.4 مليون دينار لتزويد الماء الصالح للشراب، تشمل كل معتمديات الولاية. ولاية القروان، الماء الصالح للشراب أيضا تحظى ولاية القروان خلال السنوات الأخيرة بالأولوية للمشاريع التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية، وقد تم ضمن الميزانية التكميلية سنة 2012 برمجة 24 مليون دينار تشمل حوالي حل معتمديات الولاية، جل معتمديات الولاية، منها 4 مليون دينار لتحسين المشاريع القديمة. تزويد الماء المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب بريف ولاية بنزرت، وقع تخصيص الاعتمادات التالية في ميزانية 2012 لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب عن طريق الهندسة الريفية 6.350 مليون دينار، عن طريق الشركة الوطنية لاستغلال المياه و3 مليون دينار في عموم مناطق الجمهورية بميزانية الماء الصالح للشراب زائد بنسبة 200. هذه التزود بالماء الميزانية سترتفع ب 200% أو يزيد، وخاصة في المناطق الريفية. حول منطقة أو ولاية زغوان، مناطق صناعية بصواف، مناطق بصدر الإنجاز بزريبة، بس أول يمسح 50 هكتار من جملة 90 هكتار، بالفحص 10 هكتارات بصدد الدراسة وحل إشكال الماء الصالح للشراب، بصدد اختيار موقع بصواف من بين 3 مواقع مخترعة، عدم وجود أراضي إلى الآن بالنسبة للبقية، نحن بصدد إعداد الأوامر والقوانين لتمكيننا في الإسراع من عملية التغيير. المنطقة الصناعية المسلان المهدي، بالنسبة لهذا المقترح فإنه سيقع برمجة زيارة لهذه المنطقة من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتحديد المدخرات العقارية الصناعية، وفي صورة استجابتها للمقاييس المعمول بها فإنه ستقع برمجة هيئتها من قبل الوكالة العقارية الصناعية. ميناء جرجيس، سيتم العمل على إحداث قطب اقتصادي يضم ميناء جرجيس وفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس المنطقة الحرة،
وذلك بهدف إحداث التكامل بينها وتطوير النشاط الاقتصادي بهذه الجهة، مع الإشارة أنه تتجه النية لإنجاز هذا القطب في إطار التعاون مع عدة بلدان مثل تركيا وغيرها. تمت زيارة المنطقة من قبل وفد تركي وعبر عن اهتمامي بهذه المنطقة مارس 2012. حول غلق مركز المعاجنة في هذه الصناعية والخاصة بجاردو وتأثير على البيئة ولاية زغوان أيضا. المركز مغلق منذ 28 فيفري 2011. تأجلت القضية منذ ذلك التاريخ 6 مرات، مما أتعب وزارة البيئة في سعيها الحثيث مع أهالي المنطقة لرفع نقاط الاختلاف وتقريب وجهات النظر بخصوص استمرارية دور المركز في الحفاظ على البيئة، خاصة أن جل المؤسسات الصناعية عمدت في الأثناء إلى إلقاء نفاياتها بالمصبات العشوائية والغابات والمجاري الأودية. ويعتبر المركز مكسب وطني، غير أنه وفي وضعيته الحالية يمثل عنصرا مهددا بالتآكل نظرا لوجود نفايات به غير معالجة. فيما يخص وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، بالنسبة للسؤال الصادر عن النائب المحترم نبيل العسكري في خصوص إجراءات تسهيل تغيير الصبغة الفلاحية لأراضي بالولاية والإسراع في إيجاد حل مقاسم فلاحية ومساعدة الصغار الفلاحين من خلال جدول الديون، تجدر الإشارة إلى أن وزارة أملاك الدولة بالتنسيق التعاون مع وزارة الفلاحة والسلطة الجهوية قد أقرت آليات عمل وأحدثت لجان جهوية ولجان وطنية ساعية لإعادة توظيف بعض المقاسم التي ثبت الانتفاع بشكل غير شرعي سابقا أو شغورها أو إهمالها. وبالنسبة لوضعية صغار الفلاحين، تم إقرار مبدأ جدولة الديون المتخلف بذمتهم من خلال خلاص 20% من الديون من الدين وجدولة الباقي على مدد متراوحة. حول العناية بالبنية التحتية والمسالك الريفية بولاية جندوبة، النقص الذي لاحظناه في هذه الولاية يخص مزيد العناية بالمسالك الريفية، وهذا ما كان بارزا خلال موجة الثلوج والأمطار الأخيرة من خلال صعوبة التنقل إلى عدة مناطق بهذه الولاية. لذا تمت برمجة تهيئة وتعبيد وتعميم 346 كيلومتر مسالك فلاحية ريفية بكلفة تناهز 41 مليون دينار، إلى جانب البرنامج العادي لتهذيب وتدعيم الطرقات المرتبة والذي يخص كلفته 21 مليون دينار، ومنها الطريق الحزامية جندوبة بكلفة 13.1 مليون دينار. البنية الأساسية برمجة ولاية قفصة، حظيت هذه الولاية ضمن الميزانية بنصيب هام لتحسين البيئة الأساسية، فيمكن أن نذكر تهذيب وتدعيم الطرقات المرتبة 83 كيلومتر بكلفة 36 مليون دينار، تهذيب وتدعيم وتعبيد المسالك الريفية 282 كيلومتر بكلفة 32 مليون دينار أيضا، مبرمج حماية مدينة الرديف من الفيضانات سنة 2012 بكلفة 10 مليون دينار، بناء جسر على وادي الكبير بكلفة 7 مليون دينار. هذه دون الإطالة سادتي سيداتي سادة أجوبة، إن شاء الله أتيت على مجملها بتلخيص وبدون إطالة. حبيت في الأخير أشكر السادة النواب، أشكر السيد الرئيس والسادة النواب على هذا الحوار الشيق الثري اللي فيه كثير من النقد، وأعتبره إيجابي جداً ونقد نزيه. وإحنا كما قلت لكم في الكلمة الأولى عازمون على أنه تكون هذا العمل تشاركي بالفعل مش بالقول فقط، وسوف ننهج أو نتبع هذا المنهج في كل شؤون العمل الحكومة في الفترة القادمة من حيث البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما ذكرت في البرنامج السياسي سوف نسوي كل المسائل في مسألة الإعلام والانتخابات والقضاء وملف الفساد، ملف الضحايا، كل هذه، وسوف نوسع من الاستشارة ومن الحوار، وليس هذا من الحكومة بل هو منهج ارتضيناه لأنه هو الوحيد السالك لمشروع الحضاري الكبير الذي يخص
تونس ومستقبلها. أردت كما قلت أن أشكر لكم هذه الفرصة للحوار مع الحكومة. كثير من نقاط النقص والضعف سوف نستفيد من ملاحظاتكم، وخاصة على مستوى الإعلام والاتصال، هذا الجانب مازال فيه كثير من النقص. أكيد لو أحسننا الاتصال بالسادة النواب من خلال نشريات ومن خلال تقارير دورية كان الكثير من الأسئلة هذه ربما نقتصد في الوقت، سوف نتلافى هذا النقص فعلا باش يكون الحوار بيننا مستمر ودائم. نعم، صندوق السيادي، صندوق الأجيال، فعلا نحن بهذا المبلغ المتبقي 1400 مليون دينار تأكدوا نحن سوف يكون لأجيالنا القادمة، وسيكون على رأسه هيئة ترعى هذا الحق وهذا المستقبل لأولادنا، سوف نشرك فيه في الاستشارة وحتى في الإدارة أهم طاقاتنا وأهم ما تزخر به الإدارة التونسية من رجال، ولن يكون فيه أي هذا وفي غيره من المسؤوليات. مش كما قاعد يتردد الآن أن المقياس هو الانتماء، وأكد لكم أن احنا حريصون جدا أن تبقى إدارتنا ومصلحة بلادنا الكبرى ومستقبل دولتنا في منأى عن التجاذبات السياسية ما استطعنا إلى ذلك. ما نقولش أنه ماهوش موجود هذه المسألة، لا، هذا مجانب الحقيقة، ولكن تأكدوا وخاصة في القطاعات الحساسة في تسيير الدولة سيكون عنصر الكفاءة هو المقدم والمبجل. أغتنم هذه الفرصة في الختام وفي عيد الشغل اللي أحبذ أن يكون عيد العمل لأنه أوسع في مفهومنا، في مفهومنا القرآني ومفهومنا الحضاري، هو عيد يهمنا كنا في تناغم في تناسق. وأغتنم هذه الفرصة لأؤكد حرص الحكومة على أن تعطي المثل وأنه بعون الله سوف نسعى إلى إيجاد هيكل. أنا كنت مش نقول الصندوق، ولكن هذه الكلمة صارت ممجوجة وصارت خلينا نقول أي شيء آخر، صندوق الكرامة خاصة للتشغيل. وباسمي الخاص وباسم أعضاء الحكومة وأستسمعهم الأخوة الوزراء والأخوات اللي ما شاورتهمش بعد ولكني أكيد سوف يستجيبون، أن يكون سباقون، يكونوا سباقين لإعطاء المثل والقدوة في التبرع بخمس الشهرية أقل في حد الأدنى، ومن أراد أن يستزيد فله كل الفضل. وهذا يشمل كل أعضاء الحكومة، السادة كتاب الدولة، الموظفين، الولاة، كل موظفي الدولة بطبيعة الحال طوعا، ومناش باش الآن نفرض على أي إنسان شيء آخر،
وعلى مواطنينا لأنهم يتحملوا عبء كبير الآن في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ولكن هذا مثل يقدم ويقتدى به. مشكلتنا في مجتمعاتنا وفي العالم كامل هي القدوة الحسنة، ونتمنى أن يفتح هذه المساهمة البسيطة الباب قدام مواطنينا، وأدعوهم في الداخل والخارج إلى أن يساهموا في هذا الجهد من أجل الكرامة، من أجل التشغيل، حتى نخفف ونعالج هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة. أشكركم مجدداً على هذه الفرصة، وتلتقونا إن شاء الله يوم الأربعاء في حوار فني مع السادة الوزراء، وخاصة مع السي حسين وزير المالية في قانون المالية. شكرا على صبركم وعلى اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيد الوزير، الأول إني قدمت لك طرح بالنسبة للتكنوبول، وقد قريت الطرح اللي قدمته لك، لكن لم تقرأ الإشكالات والتوصيات، ولكنك لم تجب على السؤال أيضا، فما هي سياسة الحكومة في هذا الطرح؟ وشكرا. أنا بطبيعة الحال أنا ذكرتك الموجود، وكما قلت فيه كثير من النقائص، كثير من الثغرات، باش نحاول، وهذه الثغرات موجودة مش من اليوم، فاحنا ورثنا هذا الوضع، وككل مشاريعنا فيها من الإخلالات ومن الانتهاكات المالية والفنية أيضا، وسوف نسعى أولا إلى إصلاح هذه المنظومة وتوسيعها لتشمل كل القطاعات وكل الولايات، فكثير من المناطق مش موجودة فيها التكنوبول، وفيها مجالات ما زالت، المجال الغذائي، المجال الطاقة نحب ندعموه لأنه بورصة الصدرية مازال ضعيف، وغيرها من الاختصاصات. وبعون الله نقدم للسادة النواب والمجلس دراسة ضافية وبرنامج الحكومة في هذا المجال، لا يمكن الدخول الآن في تفاصيل، ونعيدكم بهذا البرنامج إن شاء الله. وشكرا. شكرا سيد. لا لا يديكم زين عندنا بشوي شوي اي لا ما يعني حوار منظم، مش حوار ولا سؤال جواب، ما عادش معقول، مش هذا اللي اتفقنا فيه. لا لا يديكم. اولا نحب نشكر سيد رئيس الحكومة على ما قدمه من تفاصيل ومن أجوبة على العديد من التساؤلات. أشكر السادة وسيدات النواب على ما قدموه كذلك من مقترحات وانتقادات. ثم رغم أن هذا الحوار والعدد الكبير من التدخلات من طرف السادة وسيدات النواب لم تكن عامة في مجملها، بل كانت نوعا ما مخضرمة، لأن فيها العام وفيها الدقيق، وفيها ما يتعلق بالميزانية، وفيها ما يتعلق بالبرنامج السياسي للحكومة، وفيها ما يتعلق بمشاكل الجهات. لكن رغم ذلك، ورغم أن قضينا قرابة 3 أيام في هذا الحوار الشيق بطلب من رؤساء الكتل، وقع الاتفاق على تنظيم حصة إضافية لنقاش عام حول الميزانية، تبعا للتنظيم التدخل من طرف الكتل، يعني باش نسمعوا للكتل في حصة زمنية محددة تنطلق من 10 دقائق إلى 30 دقيقة بحسب حجم الكتل، لكن لا تفوت هذه الحصة الزمنية. وفي نهاية هذه الحصة المخصصة لتدخلات الكتل
ينتهي النقاش العام وينطلق النقاش المركز على قانون المالية فصلا فصلا للمصادقة على هذه الفصول قبل المصادقة على قانون المالية بكامله وبمجمله. لو تسمح السيد الرئيس، حول السؤال طرح أكثر من مرة حول زيارة الولايات من طرف الحكومة، فعلا سنبدأ الأسبوع القادم بإذن الله في زيارات ميدانية ومجالس وزارية على الميدان، عملية تضم الوزارات المختصة خاصة الوزارات الفنية وكذلك الإطارات الجهوية في إطار عملنا الميداني، لأنه الآن لنا برنامج، لنا خطة، لنا ميزانية، واليوم يلزمنا نشمر على الساعد وننزل للميدان، ونتمنى أن نتعاون مع السادة النواب في كل مكان في سياستنا هذه التشاركية وعلى الميدان. شكرا. شكرا سيد رئيس الحكومة. أنتظر أسماء المتدخلين باسم الكتل في هذا النقاش العام الخاص بالميزانية. تفضل. تفضل سي سمير. شكرا سيد الرئيس. أن بعض مشاورات مع بعض الكتل، رجاء أن تأجيل النقاش هذا ليوم الأربعاء يكون بريلود للنقاش الفصلا فصلا. هذا موقفنا، موقف التكتل، موقف المؤتمر. ما نعرفش الأصدقاء في النهضة شنو موقفهم، لكن احنا نطالب أن نؤخر هذا النقاش بتاع توا إلى يوم الأربعاء صباحا. وشكرا. علاش نضيعوا ساعتين نقاش؟ علاش؟ الحقيقة مانيش فاهم علاش بعد الاتفاق اللي وقع مع الكتل اليوم باش نأجلوا هذا النقاش. هو ماهوش نقاش، هو مداخلات لن تدوم أكثر من ساعة ونصف ساعتين، يعني نختم بها هذا النقاش العام ثم ننطلق في أشغالنا يوم صباحة الأربعاء لمناقشة قانون المالية. تفضل سي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس، كحل لهذه الوضعية، ربما الكتل اللي أعدت مداخلات نجم تتدخل بعد باش ترفع الجلسة لصلاة المغرب، الكتل الأخرى ترتب بقية التدخل بتاعها ونتمموا الليلة خير من اللي باش نروحوا توا ونلقوا روحنا نهار الأربعاء بدين متأخرين. فالأفضل أن ننجز عملنا اليوم طالما أنه مبرمج لليوم. والسلام. هكا يدور لي اللي جاهزين يتفضلوا نربحوا الوقت، لأن ضيعنا قوش ضيعنا، يعني ما عدينا وقت إضافي أكثر من اللي كان محتمل. تفضل سي أحمد. جديد هو أنه تحيين الميزان الاقتصادي لسنة 2012 وزع اليوم للنواب، لم نراه لم نقرأه، وهو هام للنقاش حول الميزان الميزانية. توا جاء يعني. ما نجموش نناقشوا الميزانية، حقه هذا تعطاه في الأول، جاك اليوم ومهلة باش نقراه على الأقل. حتى يكون النقاش محتوى، يعني تحيين الميزان الاقتصادي لم يقع توزيعه.
لا هذه معطيات ربما انضافت. ما ثماش نقاش ميزانية من غير ميزانية اقتصادية. يا أخي عندما تحدثنا مع رؤساء الكتل مانيش فاهم كانوا في غيبوبة ولا كيفاش؟ لا ثم وثيقة غيبوبة في الماء في لا لا لا, لا وثيقة هذه تحيين مش الوثيقة لأول مرة توزع. هذا تحيين ربما بعض تدقيقات. الميزان الاقتصادي مش الميزانية اللي هو وثيقة هامة وأساسية للنقاش. الميزان الاقتصادي البجيه ايكونوميك مش البجيه ديتا. مانيش نشوف شكون أنا شخصيا مراش مانع كونه نأجله إلى يوم الأربعاء، لكن أدعو بكل جدية رؤساء الكتل اللي وقت يجتمعوا معنا وهو لقاء غير تنظيمي، احنا كل شيء يتقرر على مستوى مكتب المجلس، لكن من تقاليد اللي خذيناها منذ انطلاق أشغال هذا المجلس الوطني التأسيسي أننا قبل كل جلسة نعقد اجتماع لتسهيل التنظيم ولتبادل المعلومات مع رؤساء الكتل. أننا نلاحظ وأن للأسف في هذه المرة رؤساء الكتل لم يقوموا بمسؤولياتهم لتمرير المعلومة وإعلام الزملاء بما وقع الاتفاق عليه حول تنظيم هذه الجلسة التي هي مجرد إضافة للنقاش العام مركز فقط على الميزانية حتى لا ندخل في الأمور العامة البرنامج السياسي إلى غير ذلك. إذن تفضل سي السحب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جاهزين سيد رئيس المداخلة حاضرة. بقى إذا كان أنا اللي حسيت ثم تعب إرهاق مش خاطر الكل اتفقنا وظهر لي حتى القائمات وصلتك أغلبها وصلت القائمات. لا مش أغلبها. يعني احنا متفقين من نهار السبت الصباح وتم الاتفاق على أنه حصر المداخلات لكل كتلة في من تدخل إلى ثلاثة باسم الكتلة. احنا ككتلة جاهزين وحاضرين. بارك الله. إذا كان ثم إرهاق ولا تعب نؤجل اليوم الأربعاء ناخذ ساعتين. احنا كل حال على كل حال تفضل سي سليم. شكرا سيدي الرئيس. وأكد بس بكل التكتل أن احنا طالبين التأجيل. وعلاش؟ خاطر الأخبار متاع الوقت اليوم وصلنا في آخر وقت، معناه ما نجموش نتحضروا احنا كي تطلب منا باش نكونوا حاضرين، نكونوا حاضرين في كل وقت. أما احنا الأخبار متاع التوقيت وصلنا في آخر وقت في كل ما يخص معناه الجلسة هذه والجلسة اللي قبلها ورئيس كتلتي باش ندافع عليه اليوم خاطر كان حاضر والمعلومات ما وصلتلوش. سي مولدي رياحي مش حاضر اليوم لكن كان حاضر في الاجتماع هذا. ما نعرفش كيفاش المعلومات ما وصلوش على التوقيت فيما يخص الجلسة هذه والجلسة اللي قبلها. فيما يخص ولذا احنا طالبين تأجيل النقاش غدوة لأنه متعلق النقاط اللي نحبوا نركزوا عليها متعلقة بالنقاش فصل فصلا اللي بشي يجي بعده. باي. وشكرا. باي. تفضل السيدة أمينة الزغلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع احترامي لكل تبريرات زملائي بالنسبة لتأخير الجلسة سيدي الرئيس، لكن نحن تعطلنا يوم السبت ثم هناك غدا يوم عطلة، والشعب التونسي والكلنا والإطارات والإدارة التونسية والمشاريع متعطلة وكل شيء متعطل ينتظر في المصادقة على هذه الميزانية. إذا نحن إن شاء الله يوم الأربعاء عملنا المداخلات العامة ثم ناقشنا فصلا فصلا، يحبنا من هنا اليوم الجمعة أو السبت صباحا للمصادقة على هذه الميزانية. وبكل صراحة نحن في ظرف استثنائي وأكيد زملائي تعبين وأكيد هذا التعب يعني مشمول للناس الكل سواء للنواب وإلا للناس اللي حاضرة معنا من إداريين ووزراء. فأرجو سيدي الرئيس أنه نتحملوا مسؤوليتنا ونحن في ظرف استثنائي شوية جهد منا بقدرة ربي بشنا على الأقل المناقشة العامة تتم اليوم ثم يوم الأربعاء نستهل الجلسة بالمناقشة فصل فصلا. وشكرا. تفضل نقطة نظام. تفضل تفضل سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. في موضوع آخر ونقطة نظامية، اتفقنا الأسبوع اللي فات بعد أحداث 9 أفريل باش تعملوا لجنة تحقيق ويظهر لي لسامي الكل وسلوك هل ما هو
نبداو فيها توا ايش باش تعملوا؟ هذا مجرد الام نبداو فيها توا، احنا مازلنا ما رفعناش الجلسه. لا مع الاعلام، مجرد الام عندك الحق. وحاجة ثانية سيد الرئيس، والله ممكن أنت ما تشوفهاش، أما احنا الكل نشوفوها، وراك الشعار راهو غالط، وطلبنا باش يتبدل باش يولي صحيح. بالله ماذا بينا في أسبوع نرجع الشعار، خطر أو قلقنا، أنت نعرف اللي ما تشوفوش خطر وراك باش يكون صحيح الشعار التالي، وبارك الله فيك. تفضل سيد أحمد إبراهيم. سيد الرئيس، القضية ليست قضية إجرائية، أنا فاهم المنطق متاعكم ومتفق معاه. القضية قضية محتوى، لأنه من المفروض أنه تحيين الميزان الاقتصادي يقع من الأول، توزيعه لم يقع، توزيعه ما ثماش نقاش الميزانية بدون الاطلاع على الميزان الاقتصادي. قضية محتوى مش قضية يعني شكل. فلذلك اليوم برك توزع وثم برش زملاء أغلبية مراوشي، من المفروض أنه يقع على الأقل الاطلاع عليه حتى نفهم التوجهات العامة، ويكون نقاش له محتوى، ليست قضية لا إرهاق ولا إشكال يعني تنظيمي. شكرا. واضح سيحمد، تفضل سيد هشام حسن. سيد الرئيس، الاجتماع مع الممثل الكتل وقع الاتفاق على أن تتم النقاش العام حول مشروع الحكومة في الصباح، وجلسة بعد الظهر ستفتح تكون لمناقشة مشروع الميزانية. لكن أنا تواصل بقى عدد هائل معنا من المتدخلين كلنا العشية الكل، بالتالي معظم النواب، معظم زملاء النواب من الكتلة غير منتمي للكتل، في بالهم أن هذا النقاش سيؤجل إلى يوم الأربعاء، بما أنه بقيت نقاش في مشروع الحكومة. هذاك علاش أطلبوا وسند زملائي وأطلبوا تأجيل مناقشة مشروع الميزانية إلى يوم الأربعاء، سيكون ذلك صباحا، ويوم الأربعاء بعد الظهر نبدأ في مناقشة الميزانية فصلا فصلا. بالله نكونوا في الوقت المحدد وما نوخروش بنص ساعة وبساعة غير ربع. يوم الأربعاء على الساعة 9:30 بالضبط تنطلق الأشغال، مهما كان عدد السادة والسيدات النواب، على الساعة 9:30.